بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل سنة، نظمت شبكة البرلمانيات الموريتانيات بالتعاون مع منظمات دولية ووطنية ونادي الصحفيين الشباب ورشة حول الملكية العقارية للمرأة. اليوم خلد تحت شعار ولوج النساء إلى الملكية العقارية، ويأتي في إطار حملة لنزرع لأوكسفام بمشاركة برلمانيات من مالي والسنغال وممثلات عن المجتمع المدني. دار النقاش حول ضرورة استقلال المرأة في حياتها الاقتصادية ومساندتها. بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، سعينا في أوكسفام لجمع التجارب من مختلف البلدان المجاورة وتعميق التفكير حول وضعية المرأة ودعم استقرارها واستقلالها المادي، وذلك بدعم ملكيتها العقارية. نحن مدعوات من طرف شبكة النساء البرلمانيات بتعاون مع أوكسفام بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، والتي نظن أن وضعها الحالي بدأ يتحسن وخصوصا في الدول المتشابهة الظروف موريتانيا، سنغال، مالي. الطريق طويل وشاق ولكن سنصل. المشاركات في الجلسة أكدن أن الطريق شاق ويحتاج إلى وقت مع تحسن في ظروف ومستوى الوعي حسب ملاحظتهن، ولكن ما تزال الاستقلالية العقارية مشكل أساسي ينبغي حله بالدعم والتوعية.